للمزيد من المتابعة انضم إلينا من الخرطوم مراسلنا خالد عويس. مرحبا بك خالد، كيف تتحضر العاصمة السودانية اليوم للمسيرات المنظمة بعد سلسلة من المواقف التي أعلنها رئيس الوزراء حمدوك؟ صحيح، كل الأنظار في الخرطوم وربما السودان تتجه إلى هنا، هذا الموقع موقف مواصلات شروني أو محطة مواصلات شروني ومواقع أخرى ينتظر أن يتجمع فيها يعني المحتجون للتوجه لمجلس الوزراء في هذه النقطة ونقاط أخرى في الخرطوم وأم درمان وشرق النيل أي الخرطوم بحري، تحت لافتة كبيرة هي مواكب استرداد الثورة دعت لها قوى الحرية والتغيير، اللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية والتغيير، وأبرز يعني أعضاء هذه اللجنة حركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم. هذه القوى تقول إن قوى الحرية والتغيير مختطفة وأنه لا بد من استرداد هذه القوى واسترداد مسار الثورة، فيما الجانب الآخر يتهمها طبعا ب يعني الاستعانة بفلول النظام السابق وبالتحضير والتعاون ل يعني الانقلاب على الوثيقة الدستورية بالتعاون مع الشق العسكري. عموما هناك انتشار أمني نوعا ما، والي الخرطوم كان قد كشف فجر اليوم عن أن المتاريس التي وضعتها الشرطة، المتاريس الإسمنتية التي وضعتها الشرطة، قامت مجموعات تدعي بأنها منتمية للحركات المسلحة قامت بإزالتها، لكن لاحظنا الآن أن هناك يعني نوع من الانتشار ربما يزيد. يعني عموما هناك شد وجذب في الشارع، هناك تقارير تتحدث عن ربما نية المحتجين اليوم للاعتصام أمام مجلس الوزراء. بطبيعة الحال القوى في الجانب الآخر دعت لي مواكب ومسيرات في 21 أكتوبر في ذكرى ثورة 64 السودانية. ننتظر خلال الساعات المقبلة ماذا سيحدث، خاصة مع الشد والجذب في الشارع والاستعانة بالشارع من قبل الأطراف المختلفة. نعم، من الخرطوم مراسلنا خالد عويس، شكرا لك.